السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. هنحكي النهارده عن احد صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ابن عبد الله ابن ابي ابن سلول. عبد الله الحباب ابن عبد الله ابن ابي ابن سلول في يثرب في بيت والده عند عبد الله ابن سلول احد اكبر سادات يثرب وزعمائها، فكان بيته يعج دائما بزائريه المسافرين من شتى بقاع الأرض، فنشأ على دراية تامة بأحوال الجزيرة العربية كلها، وكان أبوه يحيطه بكل أسباب الثروة والشرف والسلطان. آمن قبيلة الأوس، كان أبوه من قبيلة الخزرق، كان من قبيلة الخزرق، وكان التنافس وكانت الحروب مشتعلة بين القبيلتين على زعامة المدينة، وكان أطول هذه الحروب حرب البعاث التي استمرت قرابة 40 سنة حتى كادت تقضي على كلا القبيلتين 40 سنة، فقد حرص اليهود على إثارة الفتن والوشايات بين القبيلتين لتستمر الحرب بينهما حتى تضعف القبيلتين كلتاهما وتصبح القوة السائدة في المدينة هي قوة اليهود فتكون لهم السيادة، إنهم حقا ماكرون. فبعدما أيقن الأوس والخزرج بعدم جدوى الحروب وأضرارها بهم اجتمعوا على أن يسودوا عبد الله ابن أبي ابن سلول، وبدأوا يجهزونه تاجا له لينصبوه ملكا على المدينة. وفي تلك الأثناء سمعت المدينة أول ما سمعت عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن رسالته، وكان المتحدث عنه هو أبا عامر الخزرجي ابن خالد عبد الله ابن أبي نفسه، فقال: آن أوان النبي الجديد قد آن. وراح أبو عامر يعدد فضائل النبي الجديد ويعلن عن إسلامه وتصديقه له حتى ما من قبل مبعثه، ويؤكد مناصرته له حتى آخر أيام عمره. ولاقت كلمات أبي عامر صدى عند أهل يثرب، فطالما تكلم جيرانهم اليهود عن نبي سيبعث وأنهم سينصرونه ليكون عونا لهم على أهل المدينة، فلما لا يكون لهم لأهل المدينة السبق إلى النبي الجديد والإيمان به؟ ولابد أنهم تعرفون بيعة العقبة الأولى، حيث وفد 12 رجلا إلى مكة وقابلوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلنوا إسلامهم، فبعث معهم مصعب ابن عمير أول سفير في الإسلام ليعلمهم تعليم دينهم الجديد. وقام مصعب بمهمته على أكمل وجه ليعود في العام التالي مع وفد من 73 رجل وامرأتين متخفيين بين حجاج قومهم المشركين لمقابلة الرسول صلى الله عليه وسلم وإعلان إسلامهم، وكان معهم عبد الله ابن أبي ولم يدرك شيئا عن مقابلة بعض أفراد قومه للرسول صلى الله عليه وسلم ومبايعتهم له، بل كان مطمئن لقرب انتهاء العمل في تاجه الذي سيحمله فوق رأسه يزهو به على عرش مملكته المرتقبة، ويطمع في ملك واسع يورثه من بعده لابنه الحباب. وتعلم قريش بأمر البيعة وتسأل عبد الله ابن أبي زعيم قومه الذي كان مستغرقا في أنه حين تسلل قومه وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستشاط غضبا ورحل ليلحق بالقافلة التي أغلظ أفرادها له القول، وأعلنوا إسلامهم وخرجوهم عن طوعه، فاغتاظ وامتلأ قلبه حقدا وغلا وكرها لمحمد ولدينه الجديد. وانتشر الإسلام في يثرب سريعا، فما من بيت إلا وفيه ذكر الله والصلاة، حتى بيت عبد الله ابن أبي نفسه أشرق فيه نور الإسلام. يا سلام، إنه إسلام ابنه الحباب. فاضطر عبد الله ابن أبي أن يعلن إسلامه كرها، فأسلم إسلام الذليل الحاقد، وأصبح بيته مركزا للمنافقين والحاقدين ثم اليهود، ومصنعا لتوليد المكائد والمؤامرات ضد الإسلام.
وماذا عن ابنه الحباب؟ كيف تقبل وضع أبيه؟ كره الحباب سلوك أبيه المشين، وطالما أنكر عليه سلوكه ونصحه، عندما يأس منه ترك داره وهجره، وهاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وازداد تعلق أهل المدينة به، وازداد بغض عبد الله ابن أبي للرسول وكرهه له، فقد سلبه ملكه المنتظر، ولكنه أخفى مشاعره وأظهر ولاء مزيف، على عكس ابنه الحباب فقد تعلق بشدة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتلأ قلبه حبا وإجلالا له، وقد بادله صلى الله عليه وسلم شعوره، فكان الحباب من خاصة أنصاره وأحبهم إليه وأقربهم إليه مكانا ودينا، ولقد سماه صلى الله عليه وسلم عبد الله ليرفع الحرج به عن اسم أبيه. وطالما أظهر عبد الله كرهه لأبيه وغضبا لسلوكه المشين، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يقول له: بل نحسن صحبته ما دام فينا، نحسن صحبته ما دام فينا. وبدأت مرحلة الغزوات، فكان عبد الله الابن سباقا للجهاد في سبيل الله، باذلا نفسه فداء لله وللرسول والحبيب، وتمضي بدر وتأتي أحد، ويظهر عبد الله ابن أبي على حقيقته البغيضة، وتظهر نواياه الدنيئة، فيعود بسلس الجيش وعامتهم من شيعته وأصحابه، يعود بهم إلى المدينة ويقول: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. سلس الجيش في معركة فاصلة مثل غزوة أحد، لقد إن قريش قد خرجت بأسرها، قريش كلها خرجت رجالا ونساء للانتقام لقتلاهم بغزوة بدر، ثم يأتي هذا المنافق ويغزل المسلمين، إنه منافق. وبالفعل تأثر المسلمون كثيرا من موقف عبد الله ابن أبي، وخاصة ابنه عبد الله الذي كاد أن يجن وأن يفقد وعيه، بل كاد يموت غما وحسرة من سلوك أبيه المشين، ولكنه صلى الله عليه وسلم هدأ من روعه وشد أزره، وبدأت المعركة لينفس عبد الله الابن فيها غضبه، فيجول بسيفه يمينا وشمالا، يقطع الرقاب ويحصد أرواح الكفار، وعلى رأسهم أبو عامر ابن خالة عبد الله بن أبي، الذي أعلن إسلامه للرسول صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، وأشرك به بعد بعثه، فضربه ضربة بالسيف شطرته نصفين، وكان نصيب عبد الله من المعركة ضربة سيف أطاحت أنفه كله، ليكون نيشانا على وجهه، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يتخذ بدلا من أنفه من ذهب. وماذا عن أبيه عبد الله بن أبي ابن سلول؟ لقد أظهر صلى الله عليه وسلم كرما وتسامح عظيمين مع عبد الله بن أبي، فعفى عنه وسامحه، وهذا روعة ابن عبد الله، ده عشان خاطر ابنه يعني، الذي كان يريد أن يقتل أباه ليخلص المسلمين من شروره، ولكنه صلى الله عليه وسلم رفض وقال: لا نقتله فيقول الناس إن محمد يقتل أصحابه، ولكنه ليس من الصحابة أبدا، الظاهر للناس أنه مسلم، ويكرم الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله الابن ويوليه على المدينة عند خروجه في أحد الغزوات، وجاءت غزوة بني المصطلق، وخرج معهم عبد الله ابن أبي الأب طمعا في الغنائم وليداري نفاقه، ولقد أتم الله تعالى النصر لعباده نصرا مبينا. وبينما هم على بئر يسقون منها وبعد المعركة في طريقهم إلى المدينة، إذ بجاب بأجير لعمر ابن الخطاب يختلف مع أحد الأنصار، فيستغيث بإخوانه المهاجرين: يا معشر المهاجرين، ويصيح الأنصار: يا معشر الأنصار. ووجدها عبد الله بن أبي الأب فرصة سائحة ليظهر حقده وبغضه، فقال بشماتة: لقد فعلوها كأسرون في بلادنا، أما والله لئن أمسكتم عنهم بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادكم. وسمعه زيد ابن الأرقم، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما سمعه من عبد الله بن أبي الأب، فأمر أصحابه بالرحيل في
وقت لم يعهده أن يرحل فيه أبدا. فسأله أسيد ابن خضير: يا رسول الله، لقد رحت في ساعة لم تكن تروح فيها. وحين علم ما كان في من رأس المنافقين، عبد الله بن أبي ابن سلول بادر بقولي للرسول: والله تخرجه إن شئت، فإنك العزيز وهو الذليل. وانتشر الأمر بين الناس، وخشي عبد الله ابن أبي من غضبه صلى الله عليه وسلم ومن غضب المسلمين، فأسرع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليكذب الخبر ويحلف بالله أنه ما قال وما تكلم. إن طباع عبد الله الأب ابن أبي تشبه طباع بعضهم، أكان من أصل يهودي بل عربي. الواضح أنه من كثرة مخالطة اليهود اكتسب بعض طباعهم، ورأى بعض المسلمين عبد الله وهو يبرئ نفسه أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وزلته وانكساره وتظاهره بالبراءة، فشكوا في زيد بن الأرقم وقالوا: يا رسول الله، عسى أن يكون الغلام قد أدهم في قوله أو فهمه، يعني ممكن يكون اتلخبط في إيه، في الحاجة اللي قالها أو الفهم اللي فهمه، ولكنه صلى الله عليه وسلم يصر على الرحيل. ووصل الخبر إلى ابنه عبد الله الذي استشاط غيظا وكرها لأبيه، فطالما شعر بالخزي والخجل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلوكه المشين، فلحق بأبيه واعترض سبيله، والناس يحولون بينه وبين أبيه خوفا عليه من أن يبطش به، ولكن عبد الله أصر على ألا يترك أباه إلا أن يشهد أنه هو الذليل ومحمد العزيز، ولم يرى رأس النفاق بدا من أن يعلن الحقيقة، فقال: أجل، هو العزيز وأنا الذليل. وعندما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ذل عبد الله ابن أبي، أخذ ولد عبد الله بيده وضمه إلى صدره وقال: دعه، فلعمري نحسن صحبته ما دام بين أظهرنا. وتتنزل الآيات الكريمة تؤيد مقولة زيد بن الأرقم، فقال تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا علي من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون، ويقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسول وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وظل عبد الله الابن أن الله أمر بقتال المنافقين، فأسرع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هو الذليل وأنت العزيز. يا رسول الله، إن أذنت لي في قتله قتلته، فإن كنت فاعلا فمرني به، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها من أحد أبرأ بأبيه مني، ولكني أخشى برا بأبيه مني ولكني أخشى أن تأمر به رجلا مسلما فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي يمشي على الأرض حيا فأقتله، فأقتل مسلما بكافر فأدخل النار. ولكنه صلى الله عليه وسلم قال له: بل نحسن صحبته ونرفق به ما صحبنا، ولا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، ولكن بر أباك وترفق به وأحسن صحبته. وعلى الرغم من كل ما لقيه عبد الله ابن أبي ابن سلول من تسامح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه مات منافقا على كفره ومضى إلى جهنم خالدا فيها. وحينما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه إكراما لولده عبد الله، تنزلت الآيات الكريمة تمنع ذلك، فقال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. تخلص الإسلام من ألد أعدائه، إن المنافق أشد خطرا من المشرك، فالمشرك كافر وأنت تعلمه على هذا الأساس، ناخد حذرنا منه. أما المنافق فيظهر غير ما يبطن، فأنت لا تتوقع منه الغدر، فتكون لدغته أشد وأفظع. أما عن ابنه عبد الله، لقد قاس طوال حياته من تصرفات أبيه المشينة، فطالما خزله وخزل المسلمين، إن الإسلام لا يأخذ أحد بذنب حد، مش هياخد الابن بذنب أبيه، فكل مسؤول عن عمله. ولقد كان عبد الله الابن مثال للمسلم التقي الورع المجاهد في سبيل الله، وقد خرج في كل غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم طلبا للشهادة،
مقدما روحه الفداء لله ولرسوله، وحين لبي النبي صلى الله عليه وسلم نداء ربه حزن عليه عبد الله كما حزن باقي المسلمين، ولكنه واصل جهاده في سبيل الله تحت راية خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، فيخرج لقتال المرتدين من جيوش بني حنيفة باليمامة. وصبر عبد الله على القتال رغم ضراوته وشراسته، واخترق الصفوف يحصد المنافقين يمينا وشمالا، فأذهل المرتدين بقوته وبطشه وصبره، فأدخلوه في ثغرة بين صفوفهم أحدثها فيهم، وانهالت عليه نبالهم تخترق جسده من كل جانب، فسقط شهيدا كما تمنى دائما، مقدما روحه فداء لدينه مناضل شجاع، لقد فاز بالشهادة التي طالما تمناها. كيف يكون عبد الله هذا ابن لعبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين؟ إن الفرق بينهم شاسع، يخلق من ظهر الفاسد عالم، أو من ظهر المنافق مسلم أوابا صبورا مجاهدا في سبيل الله. إن الله تعالى فضح المنافقين جميعا في كتابه في سورتي التوبة والمنافقون. نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد وقصة جديدة. مع السلامة.